أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم.